الراديو 90 90، هواها مصر. عالصبحية على الراديو 90 90، رجعنا من جديد، لسه مكملين معاكم، لسه معاكم حسام عصام. وعالصبحية طبعا دايما مع بيت الزكاة والصدقات المصري، وزكاتك بركة حياتك. النهاردة بقى هنتكلم في جزء كده خاص ببيت الزكاة في الساعة التانية زي ما اتفقنا في بداية الحلقة، وهيكون ضيفتنا طبعا في الفقرة دي هي الأستاذة مروة فخري، مدير المكتب الفني لبيت الزكاة والصدقات المصري. يا أستاذة صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا حسين، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام، الحمد لله على السلامة. كنت واخده دور برد شديد شويه. قوي الحمد لله، برد الصيف ده بيبقى يعني دمه تقيل تقيل بزيادة. يلا الحمد لله على سلامتك، وان شاء الله يا رب تكوني بخير دلوقتي. الله يخليك. مسيخ النهاردة زي ما اتكلمنا كده في الحلقة اللي فاتت من الكابتن، حوالي يعني اسبوعين ثلاثة كده، كنا بنتكلم ان احنا ان شاء الله هيبدأ نفتح بقى مع بعض ملف العلاج، وايه العلاج المجاني اللي بيقدمه بيت الزكاة والصدقات المصري لكل اللي بيحتاج، وعلى الحالات العلاجية اللي بتجيلكوا في بيت الزكاة والصدقات المصري. ففي البداية خالص عايز اعرف النشاط ده بدأ من امتى، نشاط وتحديدا موضوع العلاج، علاج الحالات يعني. علاج الحالات بدأ من بداية نشاط البيت يعني. ده كمان من يعني فضلت الإمام دايما بيدي الأولوية القصوى لحالات العلاج طبعا، لأنه العلاج ما بيستناش بالذات يعني. ممكن الإعانة الاجتماعية تستنى، إنما العلاج ما بيستناش، المريض مش هيقدر يستنى. فكانت تعليمات إن العلاج بيبقى ليه الأهمية والأولوية القصوى عندنا في نشاط البيت. فمن ساعة ما بدأنا البيت طبعا الحمد لله، طبعا كان احنا دلوقتي بقينا في تطور كبير في المجال دوت، وبدأنا نعمل مبادرات كتير، انما الاساس ان احنا من ساعة ما بدأنا نشاطنا واحنا شغالين في المجال. طب هل موضوع العلاج مع بيت الزكاة تحديدا، هل هو مثلا موضوع يعني مثلا علاج ان احنا مثلا بنبعت حد مثلا من الحالات المحتاجة دي لدكتور معروف، هل بنوفر ادوية، هل بنوفر عمليات، ولا كل الحاجات دي مع بعضها؟ كل الحاجات. بس احنا العلاج مفتوح عندنا بكل مجالاته. عندنا بنعمل مبادرات على مستوى مثلا الجمهورية، ممكن مثلا مبادرة للعيون في الصعيد، ممكن مبادرة للشفة الأرنبية للأطفال، دي على مستوى يعني بيبقى ليها تنظيم كامل وبتبقى زي قافلة، وبنبنى نشتغل وبتبقى على حسب قوائم انتظار. بشتغل مع قوائم انتظار مستشفى بوريش، مستشفى الدمرداش، قوائم الانتظار بتاعتهم معهد القلب، المعهد القومي للقلب. يعني معلش عايز افهم شويه يعني ايه موضوع قوائم الانتظار ده. قوائم الانتظار دي مثلا المعهد القومي للقلب او مستشفى ابو الريش بيبقى عندهم قوائم انتظار للاطفال، اطفال عايزين يعملوا عمليات ولسه ما جاش دورهم، نظرا ممكن لان الامكانيات بتاعه المستشفى، المخصصات، ايا كان السبب، بيبقى على قوائم الانتظار. بيدخل بيت الزكاة يشيل القوائم الانتظار دي، بيطلب من المستشفى اديني قوائم الانتظار اللي عندك، بتيجي المستشفى تديني 40 طفل مثلا، 50 طفل في القائمة. يعني مش شرط ان انتوا بتستنوا الحالة تجيلكم، انتوا ساعات انتوا بتروحوا المستشفيات وبتطلبوا ايه لمين الناس اللي مستنية عليك. بالضبط، لان المستشفيات دي اساسا بتبقى عاملة بحث حالة. انا باخد الحالات وبكشف عليها عندي، وبشوف يعني بيبقى عندي ليها تقنين في البحث الاجتماعي سريع جدا، يبقى ليها الاولوية، بيبقى سريع جدا على اساس ان انا ابدأ اخصص لها وقت ومخصص انه يبدأوا يعملوا العمليات دي بسرعة من غير ما يستنوا دورهم في العمليات. تمام. طيب السؤال، مثلا دلوقتي لو في مثلا مريض محتاج علاج وفي مريض تاني محتاج علاج، بس ده مثلا علاجه هيتخطى رقم محترم يعني رقم آلاف مؤلفة من الجنيهات المصرية، وفي حد تاني اللي هو تكاليف علاجه بسيطة، هل في حد أعلى، مش هقول حد أدنى للعلاج، هل في حد أعلى يعني مثلا أقصى حاجة تقدري تصرفيها على حد من المستحقين في بيت الزكاة والصدقات المصري هو مبلغ كذا، أكتر من كده ما بتقدروش، ولا الموضوع ما بتحسبش بالطريقة دي؟ لا ما بيتحسبش بالطريقة دي بيبقى ليها حسابات أخرى. يا ولا يهمك، أنت عندك برد براحتك. بص اقول لك حاجه، كح براحتك شويه وانا اقرا شويه حاجات. هو لا ليها حسابات اخرى يعني. انا مثلا الحالات العاديه اللي هي بيبقى في الرينج او في حدود اللائحه بتاعه البيت، فبتدي بتتصرف اوتوماتيك من خلال لجنه مساعدات ومن وبتاشيره الامين العام. حتى لو كانت مثلا عمليه غاليه حاجه زي كده، دي بتمشي ما دام داخل اللائحه. بيبقى يعني ما فوق اللائحه بقى بنبدا بنعرضها على فضيله الامام الاكبر، وبيتأشر عليها، وبيبقى بتبقى حالات استثنائية يعني، وبتاخد على طول الموافقة لو احنا حاسين انه الموضوع يعني. طب ما هو داخل اللائحة وما هو خارج اللائحة؟
لا هو مش انواع هي تكاليف معينه يعني يعني قصدي ايه التكلفه اللي جوه اللائحه والخارجها. بص هو احنا يعني اللائحه بالنسبه لي بتبقى 40,000. تمام. في طبعا عمليات جراحيه ما بتتخطى ذلك. فدي باخد عليها موافقه استثنائية. في حالات طبعا بتبقى عاليه جدا فدي بتتعرض على مجلس الامناء. بتبقى ليها يعني بتبقى مخصوصه للحاله دي، زي الحالات مثلا بيجي لي حالات مثلا بتبقى عايزه تتعالج بره بتبقى كده. بس يعني احنا بقدر الامكان بنحاول ان احنا بنشوف يعني برضو نسبه شفاء الحاله وكده. انا ما عنديش حاجه اسمها انه واحده حد يبقى محتاج علاج وما يتعالجش. بالظبط. كمان من عادتنا مع بعض قبل كده وكلامنا في قصه مرحله العلاج مع عربيه الذكاء، كنت قلت لي كمان موضوع توفير الدواء. يعني ان في ناس بتوفر لهم الدواء شهريا بشكل منتظم. دي حاجه مهمه جدا طبعا، لان انت عارف العلاج بقى فوق طاقه ناس كتير والادويه طبعا بقت غاليه جدا. وبعدين انا عندي كمان حالات بتبقى حالات يعني امراض مزمنه، يعني في اطفال عندي بيبقوا بيعانوا من امراض وراثيه، او عندهم حساسيه مثلا في الصدر من خلل مناعي. الحاجات دي بتاخد انت مش متخيل بتاخد ادويه وعلاج شهري قد ايه، ما بين مضادات حيويه وبين دهانات وبين شيش وحاجات كده. ده كده غير العلاج نفسه اللي هو بتاع الطفل، ده مثلا بياخد ميزانيه كبيره جدا. الاهل كبار السن طبعا بيبقى عندهم مجموعه ده كبار السن طبعا، القلب والضغط والسكر والحاجات دي انا بصرف بصفه مستمره، الروماتويد الحاجات دي كلها في ناس ما بتقدرش تتحمل المصاريف دي. فأنا تقريبا أنا بوفر دلوقتي وصلنا لتقريبا علاج شهري في حدود المليون جنيه. في حدود المليون جنيه شهريا. شهريا. طيب هو سؤال يعني معلش هو يعني غصب عني أنا هسأله. طبعا بس غصب عني أنا هسأله، بس يعني إيه عشان برضو الواحد يبقى عارف أن الموضوع بيوصل بشكل سليم للمستحقين. يعني لو فرضا هنفترض ان في واحد ممكن يكون بيعاني من مرض ما وعلى اساسه بيصرف دواء، هل في وسيله ما بتضمن ان هو فعلا بيستخدم الدواء ده مش مثلا بيتاجر فيه؟ اصل انت عارفه في ناس برضو انا دايما بحاول افترض الحلو والوحش، يعني مش على اساس برضو ايه مش كل الناس حلوه ومش كل الناس وحش. فان مثلا حد ممكن يروح جاي واخد الادويه دي مثلا منكم بيبيعها مثلا لصيدليه صغيره ولا حاجه زي كده، وهو ممكن يكون فعلا ممكن يكون محتاج للفلوس دي او محتاج فلوس نقديه، او ممكن يجي على نفسه شويه في ان هو يبقى متالم لكن ان هو يوفر فلوس. بتعمله في ده ايه؟ هو طبعا ده حقيقي وفي ناس كتير بتعمل كده، بس احنا طبعا بنتغلب على الجزئيه دي باني اول حاجه العلبه بتاعت الدواء بتبقى متختمه مختومة ان الدواء مصرح ببيعها وان دي تبرع من بيت الزكاة. كل علبة دواء بتخرج من عندنا بيبقى ليها الدواء بيبقى ليها ستيكر كمان، فبالتالي الصيدلية ما تقدرش تاخدها منه. يعني هي الصيدلية عشان تاخدها منه عشان تضمن لازم تاخدها بالعلبة. فبالتالي هو طبعا ما بيقدرش ياخدها وهي العلبة بتاعتها مع متختمة كده. دي تاني حاجة ان انا بطلب منه دايما بحوله لان هو يعمل دايما تقرير طبي جديد، يعني كل 3 شهور مثلا. كل 6 شهور بالنسبة للأمراض المزمنة بتبقى كل 6 شهور بطلب منه تقرير طبي جديد عشان اجدد الملف وعشان اتأكد انه ان العلاج دوت بقى لسه فعال بالنسبة له. لان طبعا يعني مثلا ادوية الضغط انت عارف ان كل فتره لازم بتتغير. بالزبط. ما ينفعش حد يفضل ماشي برضو كل برضو فتره بتتغير، وحاله القلب نفسها كمان. صح. بتاخد ادويه مختلفه. فبالتالي انا بطلب منه دايما تقرير طبي جديد. في الغالب هو بيجي وبياخد جواب تحويل من المستشفيات اللي انا عامله معاها بروتوكولات. انا عامله بروتوكولات مع 110 مستشفى جامعي ووزاره الصحه وخاصه. بيبدا يتحول على مستشفى منهم ويعمل تشيك اب ويجيب لي التقرير الطبي الجديد بالعلاج الجديد. تمام. طيب هنرجع لسه هنكمل كلامنا عن الملف العلاجي مع بيت الزكاة والصدقات المصري. عايز برضو اقول لكل الناس اللي عندهم حالات علاجيه تستحق المساعده من بيت الزكاة والصدقات المصري يقدروا على طول دلوقتي يبعتوا لنا على صفحتنا على الفان بيج صفحه الراديو، تكتبوا كده في البحث تكتبوا صفحه الراديو او تكتبوا الراديو 9090 هيطلع لكم الصفحه بتاعتنا فيها اكتر من 5,050,000 فرد. تقدروا طبعا انتوا تخشوا تشاركوا على بوست البرنامج او على الشكل اللي هو بتاع البرنامج اللي هو البوست يعني بتاع البرنامج
تكتبوا الحاله اللي انتم محتاجين تساعدوها، لو في رقم تليفون برضو ممكن تكتبوه، او الاسهل من كده كمان برضو بالنسبه لكم في الموضوع ده، عشان لو حد مش عايز رقمه يكون متشاف امام الجميع، يقدر يبعت رساله على 1909 1909. ابعتوا لو عندكم اي حد محتاج العلاج والمساعدة في العلاج، هيكون ان شاء الله مع بيت الزكاة والصدقات المصري. يعني في ايهاب بعت لنا في اول حلقة قبل ما نبدأ اهو الفقرة بتاعتنا على طول، اديت الرقم بتاعه لأستاذة مروة، وان شاء الله باذن الله هتتواصل معاه. الصبحية على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه معاكم حسام عصام، ودايما كل يوم بيكون عندنا شكل مختلف كده يعني اليوم بتاعنا فيه على الصبحية، وكل يوم عندنا فقرات جديدة، والنهاردة طبعا عندنا فقرة من الحاجات الأساسية اللي دايما بنتكلم فيها مع بيت الزكاة والصدقات المصري. ومشرفانا النهاردة الأستاذة مروة فخري مدير المكتب الفني لبيت الزكاة والصدقات المصري، وبنتكلم عن الجزء العلاجي أو الملف العلاجي. طيب في عندنا شوية رسائل كده بدأت تيجي على الاس ام اس ليها علاقة في مثلا رمضان، بيقول انا كنت عايز شغلانة، ياريت لو تقدروا ان انتوا تشوفوا لي حاجة. هو رمضان كان قدم لنا من خلال البرنامج عندك يا حسام قبل رمضان، واحنا عملنا له اعانة شهرية تقريبا 500 جنيه. هو موضوع توفير الشغل ده مش الشغل يعني دي مش من ضمن استراتيجياتنا، بس انا حاولت اساعده بس يعني هو عارف السبب اللي ما قدرتش اوفر له، لكن الاعانه دي موجوده خلاص بتصرف دلوقتي، بتصرف من وقتها كل. طيب يعني الاعانه من عندكم ربنا هو برده يكرمه بشغلانه بره، وده على ده وربنا يكرم ان شاء الله. هو بيشتغل بس بيشتغل شغل مش متناسب مع حالته الصحيه للاسف، فيعني ربنا ان شاء الله كريم. طيب في زينب بتقول لي صباح الخير وحسام، صباح الخير عليك، ابني بيسلم عليك وبيقول لك انت نزيت الفايزين في رمضان. لا ما نسيتهمش، تقلقش ان شاء الله قريب جدا جدا هنتجمع. حوده ابو حنفي طبعا هو بعت لنا من بدايه الحلقه، وانا قلت الاستاذه مروه دلوقتي واديتها الرقم كمان، وان شاء الله هتكلمك بعد الحلقه على طول. في كمان دعاء عربي بتصبح علينا، وبشكرك جدا على كل الكلام الحلو، ويا رب اقدر اعمل اكتر من كده. بتقول انا نفسي اتخصص يومين في الاسبوع اغاني وبس مع بيت الصدقه المصري، بيت الزكاه والصدقات المصري، وسمعني اغنيه الحكيم وعايزة برج العقرب. ماشي، عايز اروح كده للفان بيج، وعندي مريوم امير وبرنسس ايمو وكل الناس اللي مشاركه، استاذ عاصم ابو الخير ونور الحياه وصاصه شميس وتيتا اميمه، صباح الفل عليكي كل الناس، صباح الفل عليها. طيب هنرجع بقى مره ثانيه للملف العلاجي او الجزء العلاجي. دلوقتي بقى مثلا موضوع العمليات تحديدا، وطبعا في الغالب اعتقد يعني بيجي لكم حاجه من الاثنين، يا اما ناس محتاجه اللي هو روشتات دائمه، يعني عندهم مبلغ شهري للادويه مثلا بيبقى طبعا فوق مقدرتهم شويه، او يبقى حد فعلا في الغالب هو مش محتاج بس يكشف، هو محتاج عمليه. فدايما انتوا يعني يعتبر بتواجهوا حالات صعبه، ازاي بتقدروا وفي وسط كل الاعداد اللي بتجي لكم دي، وفي وسط كل المستشفيات برضو اللي بتتعاملوا معاها دي، ان انتوا تحاولوا ان انتوا ما تتاخروش على حد، لان في نفس الوقت زي ما حضرتك بتقولي ده علاج، يعني لا ما ينفعش قوي نتاخر فيه، فبتعملوا ايه؟ طبعا الحالات لما بتجيلي سواء جايالي من خلال المستشفى، وطبعا احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على ان احنا عندنا دلوقتي مكاتب في بعض المستشفيات زي مستشفى زي معهد القلب، معهد الاورام، مستشفى الدمرداش، مستشفى الزهراء الجامعي. الحالات دي بتجيلي من خلال المستشفى، من خلال اداره المستشفى، حتى من خلالي انا بتجيلي تقدملي على طول. بيبقى عندي حالات عاجلة، يعني في حالات ما بينفعش تستنى، حالة محتاجة عملية في القلب دلوقتي، والحالة في العناية المركزة. طب دلوقتي دي مثلا اللي هو بناخد فيها قرار في خلال قد ايه مثلا؟ بص دلوقتي دي انا ببعت على طول ببعت الحالة على المستشفى، بحولها على المستشفى، بقول للمستشفى الحالة دي بقت معايا، بقت بتاعتي، بتاعت بيت الزكاة، خلصت الاجراءات مثلا بتاعتي. هو بقى بيخلص، هو بيعالج ما دام هي المستشفى تبع البروتوكول بتاعي في اغلب الاحوال، بيعالج هو اللي بيبدا بيتخذ اجراءاته مع الحاله، وبعدين بيجيب لي مطالبه وببدا اسوي المطالبه دي. في الوقت ده بكون انا بقى استوفيت الورق ده مع اسره المريض بان هو يكون جاب لي بقيه الاوراق، واكون عملت البحث واكون استوفيت ورقي وملفي كله. وطبعا الموضوع برضو ما بيبقاش عملية بس، بيبقى عملية محتاجة بعديها أدوية، محتاجة بعديها متابعة، محتاجة حاجات كتير. ما هو طبعا العملية بينتج عنها تقرير طبي. التقرير الطبي بيبدأ يوري أنا هبدأ أخد علاج بصفة مستمرة. في علاج بيبقى لمدة مثلا شهر شهرين ثلاثة بس. فأنا ببقى دايما، عشان كده دايما ببقى طالبة تقرير طبي جديد، علشان أبقى عارفة دايما واقفة دايما إيه الحالة وصلت لإيه وعملت. طيب إيه أكثر الحالات شيوعا؟ يعني أكثر الحالات بتجيلكوا في أنهي تخصص؟ العظام،
والقلب، دي من اكتر الحاجات اللي الاطفال طبعا اللي اكيد جميلة. ما هو طبعا الاطفال دي بيبقى بس في جميع التخصصات بقى الاطفال بتبقى كل حاجه. وبيجي لي ساعات طبعا العمليات بقى اللي هي بتبقى الاكبر شويه، بتبقى حاجات في المخ، بتبقى عيوب خلقيه معينه مثلا بتحول دون الاستمرار في الحياه الطبيعيه. عندي طبعا مثلا بالنسبه للعلاج عندي مثلا الروماتويد طبعا بيبقى مكلف جدا. عندي الهيموفيليا، الهيموفيليا دي مرض صعب جدا وصعب جدا انه حد يتحمله ويتحمل تكاليف علاجه لانه مكلف جدا فوق ما ممكن تتخيل. دي ايه اعراضه يعني؟ الهيموفيليا ده مرض بيجي للأطفال، يعني طبعا أنا مش خبيرة طبية بس يعني أنا مش دكتور، بس هو مرض بيجي للأطفال بيبقى عبارة عن نزيف في المفاصل، نزيف دم ما بيبقاش ما بيبقاش عندهم نسبة التجلط بتاعت الدم ضعيفة جدا أو تكاد تكون مش موجودة، فبالتالي بيحصل نزيف بين المفاصل. النزيف ده احنا عندنا الفرق بيننا وبين دول اوروبا مثلا ان احنا الولد اللي عنده هيموفيليا او البنت اللي عندها هيموفيليا في سن 12 ل 14 سنه هم هناك بيلعبوا كوره وبيمارسوا رياضه في 12 14 سنه مريض الهيموفيليا. عندنا احنا للاسف علشان ما كانش بيتوفر العلاج للاطفال في سن صغير، فالسن من 12 ل 14 سنه ده الطفل بيبقى خلاص ماشي على كرسي متحرك. فاحنا دلوقتي بسبب التاخر في العلاج بسبب التاخر في العلاج لان خلاص بيبقى المفاصل خلاص بتبوظ وبتتفتت وكده. احنا بنعمل دلوقتي ان بنوفر العلاج من خلال بالتعاون مع مستشفى الدمرداش، مستشفى القصر العيني، لما بتيجي حالات طلب حاجه زي كده بنبدا نوفر لهم العلاج لان ده بيبقى علاج شهري وبيبقى لازم تحت اشراف الطبي في المستشفى، وعلى اساس ان احنا نتلافى الجزئيه دي. بعالج على مرحلتين، في مرحله اللي هو ما بداش ينزف اصلا، عنده الهيموفيليا وما بداش ينزف اصلا، ده لسه مرحله اوليه الحمد لله ده بلحقه طبعا. انما في عندي الحالات اللي هي بتبقى بدات تنزف انا طبعا بهتم اللي ما بداش لسه عشان الحقه قبل ما يبدا، انما يعني هو لو عندي حاله ما ينفعش حاجه فيهم متاخر عليها لازم ابدا اشتغل. طيب محمد بيقول اخبار العلاج الاسنان معاكم ايه؟ وده برضو فرصه ان احنا نسال برضو ايه الحاجات اللي هي المسموح بيها او الحاجات اللي ممكن بيتم المساعده فيها والحاجات اللي هو ايه لا ما بنجيش ناكل. يعني سيبك طبعا من موضوع بقى التجميل بقى وتصغير المناخير والحاجات دي اكيد مش تبعكم بس يعني انا بتكلم على الحاجات اللي هو ايه دي مش تبعنا او دي ما بنعملش فيها حاجه. بص حسام، هو طبعا التجميل في حد ذاته يعني لو احنا بنتكلم زي ما انت بتقول تصغير وتجميل والحاجات دي لا، لكن طبعا حد مثلا بسبب حرق او حاجه اكيد يعني شف الارنبيه للاطفال دي تعتبر تجميل، تعتبر تجميل صح ماشي، بس ده يحول على ان الولد يتكلم او ياكل حتى. في حاجات بتسبب اثر نفسي صعب جدا ماشي، يعني مثلا عندي كانت طفله اتعرضت لصيدلي وللاسف يعني في منطقتهم منطقه شعبيه واداها دهان غلط مرهم غلط للاسف، البنت حصل لها حروق من الدرجه الثالثه والموضوع تطور جدا وكانت مشكله لدرجه ان رموشها وقعت وما بقاش، يعني البنت كانت حالتها صعبه جدا وكلها على بعض 6 سنين تقريبا. فدي تعتبر من بند التجميل، عملنا لها عمليات وكان فضيله الامام متابع حالتها كل يوم كل يوم لازم يسال الحمد لله دلوقتي حصلها ايه. الحمد لله بقت زي الفل الحمد لله. بس الحمد لله. دي تعتبر تجميل بس انا وليها يعني. طيب مثلا موضوع الاسنان، موضوع وده برضو اعتقد برضو يعني معظم الناس برضو بيجيلكوا كبار سن وحاجات زي كده اكيد بيكونوا عندهم مشاكل في الجزئية دي. بصي انا عشان برضو ابقى اقول لك يعني ابقى بتكلم كلام صادق معي، انا يعني الاسنان بصراحة ما بتولهش لاني عندي حاجات، يعني مثلا لما يكون عندي عملية قلب وتركيب مثلاً او تركيبة او كده تركيبة في او طقم اسنان بيكون انهون احسن انهون اوليلي للقلب طبعا للاسف. يعني انا عارفة انه ساعات بتبقى عملية السنين مهمة، بس بيبقى عندي حالات مثلا حاله جايه لي، انا عندي اوريدي حاله يعني كانت معروضه علينا كانت محتاجه زرع لانه هم عندها مشكله، يعني هي الموضوع مش قصه هي السنان ما طلعتش اصلا. فدي حاله انسانيه يعني حسب الاستثناءات برضه حسب الاستثناءات كل حاله انا بالذات الطبي بتعالج مع كل حاله بصفه خاصه.
تمام. في عندي زدورة بتقول ايه، ربنا يجازي كل حد بيقدم ايد الخير والدعم للناس اللي محتاجة دي فعلا. عبد الله بيصبح علينا صباح الفل، استاذ عصمة بالخير منور الدنيا كلها. نيرو ام يودي ويسرية عمران، كل الناس اللي منورين الدنيا وعمالين يشاركوا ودايما بيكتبوا كل حاجة احنا بنقولها. كمان برضو على الاس ام اس، في مازن، صباح الفل يا مازن، وانس كمان صاحبك صباح الفل والهنا عليه. كمان طارق محمد ابو يوسف بعت لنا رقمه، وبيقول حاله عنده حاله تيبس في فقرات الظهر، محتاجه حقن غاليه شويه، وبعت لنا ارقامه. تمام، هتواصل معاه ونجيب الورق ونشوف التقارير الطبيه بتاعته ونشوف امكانيه مساعدته ان شاء الله. طيب، في حد برضو باعت رقم اخره 414، بيقول حاله زراعه كلى جديده محتاجه علاج شهري، بعت لنا هو ده. بس يعني انا طبعا بقرا حاجه اللي هو اللي كتب، بس مش الموضوع ما فيهوش تفصيل قوي اكتر من كده. بس عامه كل جماعه الارقام اللي انتوا هتبعتوها دلوقتي، كل الناس اللي عندها حالات علاجيه محتاجه مساعده من بيت الزكاه والصدقات المصري، يقدروا يبعتوا لنا دلوقتي على طول، اسرع حاجه واسهل حاجه. عشان كمان لو انت حابب ان رقمك ما يكونش متشاف امام الجميع، تبعت رساله على 199. وبسرعة الحلقة بتعدي، لكن لسه برضو عندنا شوية كلام، وهيكون طبعا مع الأستاذة مروة فخري مدير المكتب الفني لبيت الزكاة والصدقات المصري، وبنتكلم النهاردة عن الملف العلاجي. معنا أيمن على التليفون. ألو، صباح الخير. صباح النور. لو سمحت يا أستاذ حسام، أنا راجل فقدت إبصاري تمام من عندي 30 سنة تمام، وعامل عملية استئصال غضروف ومسمار بين الفقرة الرابعة والخامسة تمام، ومليش دخل وكده يعني، فكنت عايز إعانة بس. طب والجزئية اللي هي ليها علاقة بالعلاج، يعني بعد العملية دي في أي حاجة تانية حصلت في موضوع ظهرك ده ولا؟ لسه عامل العملية بقالي 10 أيام يعني، لسه ما فكتش السلك أصلا. لسه عاملها قريب يعني. طيب استاذ ايمن، ممكن بس تخليك معايا ما تقفلش؟ طيب، لغايه ما نخلص بس الكلام بتاعنا وننهي الحلقه، وبعد كده هرجع لك مره تانية على التليفون، هاخد رقمك عشان هديه الاستاذه مروه وهي برضو تقدر تتواصل معك. طب بعد اذنك، معلش يعني ضروري، لان انا حاضر، بس المهم ما تقفلش. بس اهم حاجه استاذه مروه، عايزه تسالي على اي حاجه؟ لا لا لا، انا بس يعني كنت بطلب منه ان هو يجي لنا مشيخه الازهر، يجيب لي الاوراق بتاعته اللي هي صوره بطاقته، صوره بطاقه زوجته لو هو متزوج. طيب، يبقى صوره بطاقتك، طبعه تامينيه، وخطاب من التضامن الاجتماعي ان انت لا تحصل على اعانه من التضامن الاجتماعي بس. وحضرتك بتجيلي المشيخه، ومعك كمان ايصال كهرباء او ما يثبت المحل الاقامه اللي انت بس فيه. طيب، يبقى البطاقه وخطاب الضمان الاجتماعي، وايه تاني؟ والطبعه تامينيه من مكتب التامينات. من مكتب التامينات؟ طبعه تامينيه. ايوه بالظبط كده. وحضرتك تتفضل تشرفنا ان شاء الله في مشيخه الازهر. اسال عليا على البوابه، وان شاء الله باذن الله نساعد حضرتك فورا. راجل الاستاذ مروه، استاذ مروه فخري. وبرده خليك معايا برده عشان هاخد الرقم وهي برده تتواصل معاك ان شاء الله. تمام، استاذ ايمن معايا؟ ايوه مع حضرتك. ماشي، خليك معايا ما تقفلش. ماشي. جات لي فكره دلوقتي وانتوا بتتكلموا، هو ليه ما يبقاش مثلا في، عارفه، زي مكتب مصغر كده للتامينات موجود عندكم مثلا في مشيخه الازهر، ويعني قصدي الاوراق اللي انتوا بتحتاجوها يبقى لها زي مكاتب، زي فرع كده من الهيئه الحكوميه دي، تبقى موجوده عندكم تقدر انها تخلص الورق ده. هل ده حاجه ممكنه ولا ده خيال علمي؟ خيال علمي. اهلا بيك. على فكرة، واحنا بس عشان برضو نبقى نتكلم في يعني برضو ندي كل ذي حق حقه، بصراحة مكتب التأمينات، مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية كلهم متعاونين جدا، وعندهم يعني تقريبا تعليمات واضحة. وانا مش بتكلم عارف على التعاون، انا بتكلم على فكرة ايه، يعني مثلا حالة مثلا زي حالة ايمن، هو راجل كفيف تمام، فعشان يروح ومكتب التأمينات وخلافه، قصدي لو كله موجود جنب بعضه هيبقى الموضوع اسهل. مش لازم يعني. هو على فكرة، وخصوصا ان هو لسه طبعا عامل عملية، يعني انا مش لازم يكون الشخص نفسه بس، ممكن تكون مثلا هو طبعا مش متزوج، فممكن يكون اخوه، يكون والده، ممكن لو واحد متزوج ممكن تكون زوجته، لان بيبقى عندي حالات بتبقى بتستحيل انها تتحرك اصلا. تمام. طيب، في رقم اخره 69 بيقول او بتقول بنت خالي عندها ضعف في نمو وعلاجها مكلف جدا، هل ممكن مساعده وكيفيه التواصل وجزاكم الله كل خير؟ طبعا اي حاله من الحالات دي، عشان برضو انا مش هقدر اقول راي طبي فيها، لازم بيجي وبيجي لي تقرير طبي وبيتعرض على، انا عندي في الاداره الطبيه بيبقى عندي دكاتره متخصصين في فرز الحالات ودراستها، وكمان التواصل مع الجوانب، مع الجهات الطبيه اللي تقدر تعالج دوت وتستشيرها. فانا ما اقدرش ادي راي طبي الا لما يجيبوا لي تقرير واقدر اشوفه.
طيب أميرة زين بتقول أنا مش عايزة إعانة، أنا عايزة سبونسر يا رعان. والله كلنا عايزين سبونسر يا رعان يا أستاذة أميرة. في كمان عندي أمنية بشكرك جدا على كل الكلام الحلو. عندي كمان شوشو النفراوي بتقول ربنا يخليكي وربنا يفرح قلبك أنت كمان، وإن شاء الله دايما تكوني كده إيه موجودة معانا وكل الناس اللي بتشارك، ويسرية وكل الناس اللي بتشارك. طيب أنا خلاص قدامنا تقريبا دقيقة ولازم نختم حلقتنا، فعايزك بقى تقول لنا إيه اللي حابة تقوليه عن ملف العلاج. طبعا إحنا كل فترة كده إن شاء الله هنعرف إيه الأخبار الجديدة، يعني هنبدأ نبحث كده ملفات تانية مع بيت الزكاة والصداقات المصري باعتبار إن هو بيشارك في أكتر من مجال، وهنرجع كل فترة للملف بتاعنا ده ونشوف إيه الجديد، إيه اللي حصل، الحالات اللي كانت موجودة مع البرنامج اتعامل معها إيه وكل حاجة. إيه اللي حابة تقوليه لكل مستمعين على الصبحية؟ طبعا الملف العلاجي لحد دلوقتي احنا ما خلصناهوش. الملف العلاجي عندنا من اهم الملفات وليه اولويه زي ما احنا اتكلمنا، وفضيله الامام الاكبر شيخ الازهر بيوليه اهميه قصوى. الحاجه اللي نفسي اقولها انه احنا كل الانشطه اللي احنا بنعملها دي وكل المجهود دوت وكل الـ 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 العمل اللي احنا بنعمله ما كانش هيساوي اي حاجه من غير ثقه الـ الـ الشعب المصري فينا، من غير ثقته في فضيله الامام الاكبر وفي بيت الزكاه، وان هو بيحط زكاته في المكان فعلا الموثوق فيه اللي بيوصل الاعانه للمستحق بالفعل. وانا بشكر طبعا كل الناس اللي بتثق فينا وبتتبرع لنا، لان احنا من غير تبرعاتكم دي، يعني من غير اموال الزكاه والصدقات اللي بتتم، عمرنا ما كنا نقدر نوصل للي احنا بنعمله دلوقتي، وان احنا نساعد الحجم ده من الناس المحتاجه. ان شاء الله توصلوا لاكثر واكثر واكثر من كده كمان باذن الله. الاستاذه مروه فخري مدير المكتب الفني لبيت الزكاه والصدقات المصري، بشكرك شكرا جزيلا على تشريفك لينا النهارده، وان شاء الله اللقاء يتجدد يوم الاحد اللي جاي باذن الله. ان شاء الله. وانا اتشرفت جدا بيك يا حسين. عايز اشكر جدا جدا كل اللي سمعونا، كل اللي تابعونا، كل اللي كانوا موجودين معايا من اول دقيقه ولغايه اخر دقيقه. الوقت دايما بيعدي معاكم هوا، وانا موجود معاكم على هواها مصري الراديو 90 90.